مرت عمي، مرت عمي، مرت عمي. نعم. هذا بوسينة صار له ساعتين مع هذا الواطي ابن العزمي بيك. وانت شو عم تساوي هون؟ شو عم ساوي هون؟ بدي ربي له الابن الحرام وبدي جيبه لبوسينة من شعره. روح الحارة احسن ما عمك يغضب عليك. وبنت عمي وهذا الواطي نسكت لهم؟ عم اقول لك روح على الحارة، عمك ناطرك. حاضر مرت عمي، حاضر. ليش قاعدين بغرفة لحالكم ومسكرين الباب؟ عصمة الدكتور يا أم النور هو وقف مع بنتك لأنه هي بحاجة إنه حدا يكون واقف معها. وليش ما سمحتوا لهناء يقعد معه؟ مو من عاداتنا شاب وبنت يقعدوا بغرفة واحدة ومسكر عليهم. أمي عصمة أحسن رجال، ما في داعي تحكي بهي الطريقة عنه. عشنا وشفنا والله. أصلاً أنا كل تصرفاتك هي معاجبتني ومن زمان، وحتى أبوكي ما له رضيان عليك. طولوا بالكم يا جماعة، أنا بستأذن. وين رايح دكتور؟ خليك أنا بقوى فيك. في عندي جولة على المرضى وتحديداً المريض اللي عملنا له عملية مبارح. برافو دكتور، اعمل جولة ورجع لعنا بالإذن.